وزيد نجلسو شويه نشوف لك شي بلايصه نجلسو فيها. كاين فين نجلسو هنا؟ ها هي هي طلعي زيدي بشويه عليك. الخريجه اختي زوينه الخرجه اليوم اختي. كنخرجك معايا ديما هكا؟ ايه اختي عافاك عجبني الحال اليوم. صافي مكنخرج معايا اختي ديما. اصلا انا ما عندي لا صحابات لا حتى شي حاجه. عندك انا وكاملين كيقولوا لي انت ما كتشوفيش الدراري الصغار في الزنقه كيبقاو يضحكوا عليا وكيقولوا لي هو العوره والعمياء كيبقاو يضحكوا عليا اختي كلشي كيضحك عليا. ما كاين اللي يضحك معاك ما لو انا من بعد كاين اللي غيضحك معاك من يضحك عليك من هنا لقدام. غتبقاي اختي ديما تخرجيني معاك بحال اليوم. نبقى نخرجك وغنشري طوموبيل ان شاء الله عادي ما قلتهاش لك شري طوموبيل وغادي نبقى نهزك حدايا نهزك حدايا هلك الشرير نبقى ديما نخرجك معايا ونجيبك البحر انت عزيز عليك البحر. شكون بحال عندك اختي واش كان اليوم البحر عامر كانوا فين الدراري الصغار كيعوموا؟ كانوا شي بحال ما كيشوفوش حتى هما بحالك. ويلي حق الله يا اختي. وفي خبارك راه حنا كنحسو واخا ما كنشوفوش كنحسو بكلشي. عارفك كتحسي داكشي علاش كنخرجك معايا حتى انا ما عنديش صحاب. زوينه زوينه اختي. علاش كتحيد دابا بوحده بوحده بغيتي ديري ديك اللعيبه ديال كيبغيني ما كيبغينيش؟ شكون اختي اللي غيبغيني اختي وانا عاميه بحال هكا؟ شكون يدير فيا اختي وانا عاميه ما كنشوفش؟ الله يجيبك شي بنت تقولي امين. امين يلا نودا الحمقى نشوف حالنا. بلاتي نهزها هكا. الحمد لله بعدا تفكيت من النوم. قربنا نوصلو اختي. باقي شويه صبري معايا. غاتني الشمس مساعد النظر حتى هما ضروني اختي. جاب شويه هادشي مال؟ شتي نضاضك شتي؟ مالكم كثرتو انتوما مالكم؟ مالك اخويا ها اب شويه عليك. ما كتبانش كتبانش. وهي عندها ظروف ديالها. سير الله يعاونك. كثرتو. يلا اختي. مال هذا اختي مال؟ عطريني يا لمي ما نزلوا دمعك بسبابي حطيني تنشن وقيمة خلوا صحابي وأحبابي. عطريني يا لمي ما نزلوا دمعك بسبابي تخطيني تنشن وقيمة خلوا صحابي وأحبابي. فعيني تشوف لا ما نشرح يما بغى الفن غيب بات ما نصبح حاف طرقاني لقدام ووايد فين كتشطح مستاهل. قلتي غير هنا يلا 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 شوية شوفي دقيقة أنا جاية السلام عليكم اختي. بغيت نسولك. اخويا عادي اخويا جلس
اختي قلتي لي اختي مع واحد السيده كنت وقع ليا مع واحد المشكل كانت مع واحد خيشي ديور الفتح لكن انت هي كان طاح لك نضادر لا انت اللي طيحتي لي نضادر انا هو اللي طيحت لك اختي نضادر سمحي لي كان وقع ليا اختي واحد المشكل كانوا تابعين المخزن داكشي علاش كنت عارف منه وجيتي انت في الطريق وقاستك وطاح لك نضادر ماشي مشكل اخويا عقلت هضري معانا بعدا دوري وجهك وهضري معانا بعدا انت كاع ما معبرانا لا سرك نيت والله الا سرك والله مشى انا واش انا بغيت نتبحر سرك نيت اجي والول اجي قول لي اشنو سميتك خلاص هاد النوص غيعجبك ما غيعجبكش ما نشوف مالك اختي اختي هذاك اللي كان ضربني اختي ديك المره طيح لي نضاد جا غير دابا من هنا وقال لي سرك نيت تالي وما خلانيش نقول ليه بلي راه ما كان جوب اش كتبقاي ديري بحال هكا انت كتشوفي اصلا انت كتحسي بيه وصافي عرفتي اختي كيفاش قال لي عمر كيما كتشوفيش بيا غنشوفي فيه بعدا غير نكون نهضر معاك بغيت نقول لي غير بلاتي راه ما كنشوفش هو مشى وعيني اختي ومشى وما بغاش يسمع مني انا اختي جيت عشي شنو نقلب في ديك بحال كامل والله ما لقيت ولكن فاش لقيه قفره وري يلعب ليا بشيانه صافي قبل ما يجي شي واحد اخر يصدق ممكن شي حاجه اخرى يلا زيدي شفتيني ما عرفتينيش خليتيني من غير سلام شنو يعني بس غير نسولك اختي واش كاع الناس اللي كيكونوا ما كيشوفوش كيتعرضوا للتنمر كامل شنو نقول لك الانسان طوب وحجه كاين اللي غادي يعايرك كاين اللي يقول لك كلمه زوينه كاين اللي باغي هو ما يبقاش يشوف باش ما يبقاش يشوف دوك المنافقين اللي حداه فهمتي كاين بزاف ديال الناس خايبين وكاين بزاف ديال الناس زوينين دوك ما حناش حنا ما خصناش نديوها غير على السلبيه نديها على الايجابيه ولكن اختي حشومه عليهم كيبقاو يهضروا معنا حنا اللي ما كنشوفوش ولا دوك الناس اللي ما كيمشيوش ولا شي حاجه كيبقاو ينقصوا منا حنايا راه ربي اللي عطانا هادشي ماشي حنا اللي خساريناه فراسك واحد حاجه تلولي دير نضره فيك ياك نشوف واخا ما نقدرش نشوفهم بعين انت اختي شوك زوينين حالك وكحلين ياك اختي اقسم بالله جوج خواتات جوج هما كيشوفوش صافي انت مجوده انا مجودك حقا بغيت نقول لك واحد الحاجه اتفرق شنو بعدا سمعت هذا ما شاء الله اديني الماكدة لا شنو كنت تخيلي ما عرفت عقلتش ديك المره فاش وعدتك قلت لك غادي نخليك تشوفي قلت وهضرت لك مع الطبيب وكل شيء قولي امي اقسم بالله ودابا انا غادي نرجع نشوف بحال كاع الناس العاديين شوفي بحالي وجا تقولي هاد الساعات جا تقولي عكازي قلتي انا عكازي يا ربي اختي فرحتيني والله يا ربي ديالي عجبني الحال اختي والله عاونيني يلا ارجعي لك وحاجه اخرى طوموبيل مالي غدا غنخرج قولي والله والله ناري اختي شكرا ونخرجك ديك الساعه تولي بعينيك وتولي تشوفي الحمد لله يا ربي هادشي كامل بالفضل ديال سيد ربي والله وانت انت اختي شكرا لك شكرا شكرا اختي شكرا باك اختي عرفتيني طلعي فيا وكتهبطي مال عرفتي لا ما عرفتش شكون انتي بالسلام تاكد تاكد بزاف واخا مرحبا شكون انتي يا ما كتهضر بحال هكا لا واحد انت وقفتي على واحد وقفه ماشي حتى ليه شويه كالمي طوا كالمي انتوما دوك صحاب بروتوكول كالمي طوا اش من كالمي طوا حنا في المغرب ماشي معانا بيه ماك شنو مرحبا انا كنتسنط لك اختي عقلتي على ديك البنت اللي ضرب شيها بكتفك طاح لها نضاضر هذيك متكبره متكبره اه متكبره اش كتجي هذيك متكبره قال لك متكبره اه متكبره اش كتصبرات شي متكبر قدك واش كاين نتوما كثرتو منكم عادات وانت نتوما منكم عادات نتوما واش انا غادي نمشي نطلب من السيده السماحه تلاقيت معاها في البحر نمشي نطلب منها السماحه كنقول لها شوفي فيا واش نهضر معاك يا الزراسه السما شكون هي بالسلام ما كتشوفش كيفاش ما كتشوف ما كتشوفش اختي هذيك ما كتشوفش عمية اه
مشكل ما يسحب ليش عمية ما يسحب ليش يسحب راه بلاش وسير الله يهديك الله يهدي اللي بحالك وعلى بلاد مش عليني دي الله بحالك كان يا تصنط علي دي باش انا هدر معك باش انا هدر معك وغاديك الدرية اختك هادي كيف غوري لي باش نهدر معك نطلب منها السماحة ما كنتش عارف انها مسكينة دايراك كيف انها ما كتشوف والله يسالك لو بغيتي ديروا واحد خير دينا على الدرية غنطلب منها السماحة عندك واحد شرط واحد شنو هو هاد الشرط هذا؟ ما تقلقش لي اختي وما تبكيهاش هذيك راه هي ضو عينيه وما نقلقهاش وانا ندمت على النهار اللي درت لها بحال هكا والله تندمت ما كنتش عارف ما كنتش عالم بها وري لي الله يسهل صافي ها هي كاينه غير هنا في الجرده تبعني نعرفها لك المهم اخويا راه هي تما ما تقلقهاش وما تقولش لها شي حاجه تجرحها بها انا غنمشي نجلس تما شويه بيد ما ساليش وهدرتكم وانا معاكم اختي جيتي لا اختي ماشي اختك هذه وشكون انا اختي قالت لي ما نهضر مع حتى شي واحد انا اختي ديك الدري اللي كنت نهار ضربتك ملي طاحوا لك نظرك وجيت نعتذر منك ديك المره بغيت نعيط عليك وكاع ما بغيتي تسمع مني ومشيتي وعايرتيني اسمح لي اختي ما كنتش عالم ان انتي ما كتشوفيش صراحه تالمت بزاف والله ماشي مشكل اخويا كلنا كنغلطوا واخا ما كنشوفوش راه كنحسوا حنايا بزاف وعندنا الاحساس قوي ديال بصح داكشي علاش انا تجرحت فاش مشيتي بحال هكاك وعيرتيني ومشيتي وما عطيتينيش حتى وقت فاش نهضر معاك انت ما كذبش على ديك الدريه اللي كانت معاك حتى هي ملي شتي كتهضر هكاك قلت انكم شي خوت اللي متكبرين بزاف وكذا ولكن ملي عرفت ان علاش غوتت عليا صراحه سمح لي بزاف والله هذيك راه اختي راه هي الفريزه ديالي وهي العكاز اللي انا معكزه عليه مسكينه فيما كتبغي تمشي كديني وفيما خرجت كديني معاها كتخرج معها صحابها واخا كيضحكوا عليا صحابها كتخرجني معاها كديني الماكدو كديني البحر البلاصه اللي كنرتاح فيها بزاف ديما مسكينه كتخرجني معاها وقالت لي بلي حتى واحد الخبر زوين وعجبني اليوم وهذيك راه ظريفه بزاف ما تبقاش تقول عليها بحال هكاك وما تبقاش تحكم على الناس وانت ما كتعرفهمش ما كيحسبليش انك انت ما كتشوفيش داكشي علاش انا تقلقت بزاف اختي والله وصراحه جاي كنقول لك سمحي لي وعارفك انك ما تسمحيش لي والله لا غادي نسمح لك اخويا ماشي مشكل كلشي كيغلط سمحتي لي شكرا اختي ربي جازيك ماشي مشكل ووقت ما حتى جيتي شي حاجه مرحبا على الراس والعين شكرا غنعطيك كلمتي وقت ما بغيتيني غتلقايني حداك شنو سميتي سميتي سفيان انا سميتي مشرفين اختي والله الا اش غنقول لك بزاف تحلفت بزاف صراحه لا سيدي غنخليك ها انا داش يعطيك المرشي وان شاء الله من هنا قدام تولي تشوفي ملي نكون معك صافي حتى اختي راه قالتها لي قالت لي راه مشات سولات لي ولقات واحد الطبيب يدير لي العمليه ونولي نشوف المهم انا كتبت فيها سفيان الا كانت بغيتي تعيط عليا شي مره او شي حاجه قولي اختي كانت كتبت فيها سفيان وغادي نشوف شكون هذا المتكبر اللي عايرني في البحر الخايب راه انا اللي كنت عايرتك في البحر سمحي لي غنشوفك بلاتي غير مبروغ غنولي نشوفك بعينيا وتانا نولي نعايرك صافي انت هي ملي ديري عوينات ان شاء الله نبقى معاك حتى ديريهم وملي ديريهم تولي تشوفي عراي ما تسبي صافي يلا صافي سلامة عليك سمحي لي صافي سمحي واخا ممكن نعنقك